أيام قليلة وهتنطلق فعاليات مهرجان هي الفنون 2023. المهرجان ده هو واحد من الفعاليات الفنية اللي بيركز على إبداعات المرأة في مجالات فنية متعددة، زي بقى الموسيقى والأفلام والمسرح والكوميديا. مهرجان بيأصل لإبداعات ومواهب متفردة عند المرأة المصرية. مهرجان السنة دي بقى كمان يا منى في الدورة الثالثة هيكون في مفاجآت كتيرة جدا هنتعرف عليها دلوقتي من نيفين قناوي مؤسس مهرجان هي الفنون اللي منورانا دلوقتي. صباح الخير عليكي. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك. عايزين نفهم شوية عن المهرجان، توضح لنا معلومات عن مهرجان هي الفنون. هو المهرجان السنة دي الدورة الثالثة ليه على التوالي، وزي حضراتكم ما قلتوا هو مهرجان بيهتم بالمرأة في الفنون في مجالات مختلفة، يعني في الفن الأدائية بشكل عام، بلس كمان إن في جزء فيه سينما وعروض أفلام وورش عمل سينمائية وورش عمل موسيقية وحاجات مختلفة. السنة دي المهرجان بيحصل من 28 سبتمبر ل 1 أكتوبر في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية. بس كمان الجديد بقى السنة دي إن إحنا في أنشطة وحفلات وورش عمل بتحصل في الميني ده بالتعاون مع كلية المنيا بالتعاون لازم. الصوت مش واضح يا استاذه نيفين، صوت حضرتك مش واضح، اتفضلي يا فندم. كده حضرتك سامعني احسن؟ تمام اتفضلي. اوكي، بقول لحضرتك احنا شفنا ان لازم الانشطه بتاعتنا تطلع بره القاهره بس، فعندنا فعاليات وحفلات وورش عمل في المنيا في محافظه المنيا ده بالتعاون مع جزرية المنيا، وفي محافظة اسكندرية بالتعاون مع جزرية اسكندرية. فكرة تبادل الخبرات بين الشخصيات النسائية اللي موجودة في المهرجان، ازاي ده بيحصل أثناء المهرجان؟ ده بيحصل من خلال دعوة الفرق والفنانين الدوليين، لأن احنا الفرق عندنا أو الفنانات مش بس محليين، لكن بنقدر إن احنا بالتعاون مع السفارات المختلفة يستقبل فنانات من دول مختلفة، والفنانات دول بيعملوا ورش عمل مع بعض وبيطلعوا بمنتج مختلف جديد بيقدروا يعرضوه في المهرجان. ده حصل الأوقاتين، فعندنا فنانة من إيطاليا تعاونت مع فنانة من مصر وطلعوا بحاجات جديدة، عندنا فنانة برضو أخرى من سويسرا تعاونت مع داليا فريد من مصر وطلعوا بحاجات جديدة. ده غير ورش العمل اللي بيقدموها بشكل عام للشباب واللي لسه بادئين في مجال الموسيقى والمجالات المختلفة. أكيد. طيب عايزين نتكلم بقى مع حضرتك عن المشاركين في هذه الدورة، هل في نماذج من اللي بيشاركوا في الدورات السابقة ولا بيتم الاستعانة بوجوه جديدة للمشاركة في كل دورة؟ احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر المساحة لوجوه جديدة، ويعني قليل جدا لما بنستعين او بنستخدم نفس الناس، فبيبقى معظم او 90% من اللاين اب من البرنامج بتاع المهرجان الفنانات ما كانوش موجودين على الاقل السنه اللي فاتت. وزي ما قلت لحضرتك ده عشان ندي فرصه لفنانات اخريات ان هم يظهروا. السنه دي كمان عندنا مشاركات دوليه من 8 دول مختلفه، وده حاجه كويسه جدا لان ده بيدي فرصه كمان للناس اللي جايه من بره تشوف قد ايه مصر فيها فن وفنون، وقد ايه الستات المصريات والفنانات موهوبات وعندهم حاجات مختلفه يقدروا يقدموها، وكانوا دايما يتفاجئوا ان احنا عندنا المستوى ده في مصر من الفنانات ومن الحرفيه وكمان لتنظيم الفعاليات. طيب دي الدوره الثالثه للمهرجان، كل دوره بتختلف عن اللي قبلها في ايه؟ الدوره بتختلف عن قبلها في تقديم حاجات مختلفه وفنانات مختلفين. انت لما بتقدمي مهرجان معين مثلا للسينما طول الوقت بتعرضي ايه بقى اللي بتعرضيه؟ بيبقى حاجات مختلفه، حاجات جديده، بيبقى انتاج جديد، حاجات ما طلعتش في المهرجان قبل كده، حاجات محتاجه تحطي عليها هايلايت، فدي الحاجات اللي احنا بنجيبها. يمكن اللاين اب عندنا السنه دي او البرنامج مليان بالفعاليات الفنيه، وخصوصا عندنا في حفل الافتتاح حفل مهم جدا وهو اوركسترا هي الفنون، ودي اوركسترا احنا اللي انشاناها، ودي اوركسترا نسائي بنسبه 100%، حتى الكوندكتور يعني القائده ست، واحنا كنا فاتت استعنا قائدات سنه من المانيا وسنه من ايطاليا، بس المشرف والجميل جدا ان احنا السنه دي معانا قائده مصريه دنيا دغيدي
يعني فخورين جدا بوجود قائدة ست مصرية للأوركسترا. أكيد، كل شكر ليكي نيفين إناوي مؤسس مهرجان هي للفنون، شكرا جزيلا ليكي.